استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصقير هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعددا من كبار المسؤولين. واستعرض جلالة الملك المفدى مع سموهما عددا من القضايا والمواضيع التي تخص الشأن المحلي، معربا جلالته عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على جهود سموهما المستمرة في ترسيخ مقومات التنمية الشاملة وتطوير أداء المؤسسات الحكومية بما يضمن وصولها إلى أعلى مستويات التنافسية في التميز والابتكار والإنتاجية العالية. وأشاد جلالته بما تواصل المملكة تحقيقه من نجاحات وما قطعته من أشواط متقدمة في مختلف القطاعات التنموية، مؤكدا على أهمية تبني النهج الداعم للخطط والمبادرات التي تلبي تطلعات المواطنين وتساهم في تحقيق المزيد من المكتسبات لصالح الوطن والمواطن. كما أعرب العاهل المفدى عن تقديره للعطاء المتواصل الذي تبذله جميع الكفاءات البحرينية في مختلف المجالات المسيرة الوطنية وبما تحققه من إنجازات رائدة تهدف لإعلاء راية الوطن في كافة المحافل على المستوى الإقليمي والعالمي.